ابن ابي زيد القيرواني هو عبد الله بن ابي زيد الامام الفقيه المالكي عالم اهل المغرب صاحب الرساله المشهوره برساله ابن ابي زيد التي قيل انه الفها وله سبع عشره سنه كان يقال له مالك الصغير وانتهت اليه رئاسه المذهب المالكي في عصره توفي رحمه الله سنه تسع وثمانين وثلاثمائه من الهجره